سألني صديقي قال لي عندك شاشة مسطحة من الكبار عشان تتابع الدراما برمضان؟ قلت له عندي أكبر شاشة مسطحة بالعالم، من نواكشوط لمضيق هرمز طول، ومن جوبة لجزر الشغور عرض، وكل اللي بسويه بحط راسي على وسادتين من القهر وبتابع كل اللي بيصير بصمت وحزن. نظام السينما العالمي الجديد، ممنوع تتفاعل مع المشهد ولا صرت جزء منه كمان. أني مجرد مشاهد مغلوب على أمره، صياحه ودموعه ما راح يغير بسيناريو المعروض إشي. الريموت بواشنطن والريسيفر بتل أبيب والعرض الحصري بهالوطن العربي الحبيب. بدك أفلام أكشن؟ تابع أخبار سوريا والعراق، إنتاج ضخم، مشاهد تفجير حقيقية، براميل بجناحين، تحليق كثيف على شعوب الرغيف، أطفال بيحلموا برضعة المساء ماتوا تحت السقوف المنهارة، جيوش جرارة بتحرر ماسورة مي بس ما بيحرر الوطن. عدد اللكنات هناك صار أكثر بكثير من عدد الثكنات. الكل مسموح له يحارب لكن بشرط، في الحرب ما حدا مسموح له ينتصر. خلي الوطن يستوي تحت الزرب الروسي والأمريكي. بدك تاريخي؟ كمال موجود، أضخم إنتاج تاريخي بالسنوات الأخيرة فيلم الدواعش، وهذا جاي على أوزان المسلسلات اللي سبقوه. إذا تتذكروا بالتسعينات كان في الجوارح والكواسر والبواهش، كان لابد من طبعة جديدة تلبي رغبات المشاهدين بالقرن الجديد، فراحوا أنتجوا جزء جديد اسمه الدواعش. وهون بهالإنتاج اللي رجعنا مليون سنة لورا، بتسمع صليل سيوف، صهيل كروزرات، أناشيد ووعيد، قطع رجلين وأيدي من خلاف، ورسائل على جلود البشر والأرانب تبعت لأمراء المناطق. كل يوم تفجير وهجوم، مرة فرنسا، مرة بريطانيا، مرة الأردن، مرة مصر. مش بس شوهوا التاريخ وشوهوا الصورة وعبوا الشاشة دم، بيطلع لنا نسأل مين هم، شو بدهم، متى الحلقة الأخيرة من مسلسلهم؟ ما بتعرف. طيب إنتاج مين هالإجرام الضخم؟ برضو ما بتعرف. اللي نعرفه ناس لابسين تاريخي عربي إسلامي قديم، عشان كل ما تشوف واحد لابس ثوب عربي ومربي لحية يخطر ببالك القتل والموت. بيسألني صاحبي عندك شاشة مسطحة؟ عندي وطن عربي كبير بينعرض عليه كل الدراما العالمية، دراما هوليوود ودراما الروسية والدراما التركية والدراما الإيرانية، شو ما بدك شوف. بدك فوازير؟ موجود كمان، افتح على مصر وراح تشوف انه المشهد السياسي هناك مجرد فوازير وحزازير، لا حدا عارف البلد وين رايحة ولا شو فيها. الناس قاعدة بتجوع والديون بتزيد والإخفاقات بتتمكيج بالنجاح، وبيعرضوها بطريقة استعراضية للتشويق على أنها إنجاز. أي من قليل للي بطلت تعمل فوازير لقيت مين يعمل أحسن منها. بدك خيال علمي؟ موجود، حل القضية الفلسطينية وحل الدولتين والرجوع لقبل 5 حزيران صارت من الخيال العلمي. المستوطنات بتكبر، الاحتلال بيقوى، جماعتنا بيروحوا بيشاركوا بالحلقة الأخيرة من عرب آيدل وبيتصلوا بسعيد المجرد يطمنوا عليه. بدك حلم مجرد أكثر من هيك؟ بدك كوميدي؟ برضو موجود، في كوكتيل من الأعمال الكوميدية الرسمية الرائعة بالوطن العربي. الإصلاحات السياسية، مطالبات التغيير والبحث عن قيادات شابة ومكافحة الفساد اللي بتطالب فيها الأنظمة بخطاباتها، إذا حاولت تحلم فيها وتطبقها الشعوب بيقمعوها. من الأمثلة الكوميدية كمان أنه عندنا أطول الرؤساء عمر بالعالم، والأغنى والأقوى والأصحى والأحكم والأعلم والأفصح، بالمقابل شعوبهم أكثر شعوب عمر بالعالم، والأفقر والأضعف والأكثر تهميش وتجهيل وإسكات. من الأعمال الكوميدية الزعيم بيفتتح مستشفى وجامعة ومنتجع، بس يوم يمرض بيتعالج برا وبيقري ولاده برا وبيشموا هوا برا، قديش واثق الزعيم بوطنه. من الأمثلة الكوميدية آخر إشي إنه الأكسدة واخضرار الكراسي من رطوبة الحكم وكثر القعدة عليها وغياب النور صارت تغذي البطانات وتموت الأوطان. صار الفاسد أغنى من وطن، صار الفاسد هو اللي بيطلع له يحكي باسم الشعب ويدير الشعب ويذل الشعب، والمطلوب من الجمهور يتفرج ويصفق ويهز راسه. كل ما ذكر هو بعض مما لا يذكر. بالله عليكم هاي مش أعمال كوميدية حقيقية بتخليك تستفرغ من جوا لما تضحك؟ وبتقول لي شاشة مسطحة؟ احنا يا صديقي الوطن المسطح من نواكشوط لمضيق هرمز، احنا وطن الثري دي، بتشوف الوجع بأبعاد الثلاثية، دم
ودموع ودمار.